بسم الله أبنائي الأعزاء، هنبدأ اليوم نتكلم على أول درس من دروس الكلينيكال بالنسبة للأوتولوجي، وهو الإير تروما. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن أنا لازم أبقى عارف كويس قوي وأنا بتعامل مع أي ستراكشر، أناتومي physiology pathology of this structure. وزي ما قلت لكم كمان ان احنا مش بس بنتعامل مع ما ندرسه علشان نحصل علم ونحصل على درجات، ولكن علشان نفيد مريض. من اول الحاجات اللي هتقابل حضرتك وانت طبيب امتياز او طبيب مقيم او طبيب بتعمل في وحدة ريفية هو التروما بيشنت، لان طبعا احنا عارفين ان حوادث الطرق، حوادث السقوط من على العجل والاشياء اللي هي المتحركه كتيره جدا، وبالتالي هي التروما من الحاجات اللي فيري كومن. علشان اتكلم على الاير زي ما درسته مع زميلنا دكتور اشرف في المحاضره اللي فاتت، اتكلمكم على الاناتومي اوف ذا اير، وعرفنا ان الاير بتكون من external middle and inner ear. النهاردة احنا هنركز على trauma to the external ear. external ear بتكون من auricle, external auditory canal and tympanic membrane outer layer. في basic principles of trauma, في basic principles of clinical symptoms of ear disease, في basic principles of treatment. لما اعرف البيزك برينسيبلز اوف تروما، بيزك برينسيبلز اوف سيمبتومز، بيزك برينسيبلز اوف تريتمنت، مبدئيا هقدر بسهوله اشخص العيان واتعامل مع العلاج بتاعه. ازاي هذا الكلام هنطبقه في عمليا في الدرس اللي احنا بنتكلم فيه النهارده؟ اول حاجه بيزك برينسيبلز اوف تروما، لازم تبقى عارف ان البيزك برينسيبلز اوف تروما بتطبق على كل انواع التروما. والتروما زيها زي اي ديزيز، وي شود مانج ذا بيشنت. وقلنا قبل كده مانجمنت اوف بيشنت يعني ان انا بشخص العيان وبعالج العيان. التروما بيشنت انا ما بروحش اعالج الجزء المصاب في المريض مباشره، وان انا بهتم اولا بان انا انقذ حياه المريض. عشان انقذ حياه المريض لازم احط في دماغي اي بي سي اي بي سي دي اي بي سي دي اي. ده ايه؟ ده السيستم او السيكونس اللي انا همشي عليه في التعامل مع المريض. يعني اول ما الاقي مريض مصاب ما اروحش ادور على الجرح اللي مقطوع فيه، وانما اروح ادور على الاي بي سي الاول. ايه هي؟ الاير واي بريزنج سيجريشن. اطمن تماما ان هذا العيان ستيبل از ريجاردنج اير واي بيتنت بريزنج نورمال سيركيليشن بالس اند بلاد بريشر نورمال، يبقى العيان ده عايش. لو اي حاجه في دول ملخبطه لازم اركز ان اصلحها الاول. طيب خلصت الاي بي سي، يظهر معايا بعد كده دي، دي اللي هي الديسابيلتي، عنده كسر في دراعه، عنده كسر في رجله، عنده كسر في الجمجمه، عنده قطع في ودنه، كل هذه الحاجات ابدا ابص عليها بعد كده. طيب خلصت دي، ابدا اخش على الاي. ايه الاي؟ اعمل ثرو اكزامينيشن، افحص العيان من شعره لحد ضافر رجليه. ليه؟ لان قد يكون هناك اذر مرض اخر، او يكون هناك تروما اخرى هيدن انا مش شايفها وتكون مور دينجرس عن الحاجه اللي ظاهره قدامي. يبقى ثرو اكزامينيشن او الاي اكزامين ذا بيشنت من شعره لحد ضافر رجله. ليه يا فندم؟ علشان زي ما قلنا ممكن يكون في هيدن تروما. نيجي للبيزك برينسيبلز اوف اير سيمبتومز. اي عيان بيشتكي من ودانه لن تخرج شكواه عن الامور الاتيه: اما ان هو يشتكي من بين، اما ان هو يشتكي من شارج او هيرنج لوس او تينيتس او ديزنس او فيشيال انوماليز او جنرال مانيفيستيشن زي الفيفر والهيدك. العيان هيجي يشتكي لك من ايه؟ يقول لك ودني بتوجعني، بتجيب صديد او بتجيب دم ديسشارج، ما بسمعش كويس، عندها هاف هيرنج لوس، بسمع وش في وداني او هاف تينيتس، ديزنس انا عندي حاسس بدوخه، فيشيال انا حاسس ان في ضعف في عضلات الوجه او بقي ما بيتحركش كويس او عيني ما بتقفلش كويس، جنرالي عندي سخونيه وعندي صداع وما الى ذلك. هي دي السيمبتومز الاساسيه لاي عيان بيشتكي من اوتولوجيكال. As regarding treatment,
تروما بشكل عام لها بيزك برينسيبلز برضو. يعني اي عيان تروما لن يخرج عن اني اول حاجه هحاول اوقف البليدنج، ستوب بليدنج، بعد كده ريبير للجزء المصاب، بعد كده بدي انتي مايكروبيال، بعد كده بعمل ريبليتيشن اوف انجورد تيشو، بحاول ان انا ارجع الجزء الانجورد للفانكشن الطبيعيه بتاعته بان انا اعمل له ريهابليتيشن. نبدا بقى نتكلم على الاير تروما اتسلف. التروماتيك disorders of the ear هتنقسم الى traumatic disorders of the auricle, external auditory canal and tympanic membrane. نبدا بالtraumatic disorders of the auricle. الاوركل لما تيجي تتعرض لتروما، هذه التروما يا اما هتبقى بلانت تروما يا اما هتبقى شارب تروما. لو بلانت تروما يعني ايه؟ زي خبطه بالايد بتيجي في الاوركل. شارب تروما زي ايه؟ زي حاجه حاده قطعت الاوركل. يبقى ده الفرق بين البلانت تروما والشارب تروما. كل انواع البلانت تروما بشكل عام لكارتلج او بون تعمل ايكيموزس على الكارتلج والبون ده. كل انواع الشارب تروما تعمل وون. زي ما احنا شايفين بنتكلم على الاوريكولار هيماتوما. الاوريكولار هيماتوما باي ديفينيشن كولكشن اوف بلاد بتوين ذا اوريكل كارتلج اند اتس بيريكوندريوم. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين ان الاوريكل زي ما انتوا عرفتوا من اناتومي بيتكون من كارتلج، الكارتلج عليه بيريكوندريوم والبيريكوندريوم عليه سكين. السكين والبيركوندريوم adherent to the cartilage، وبالتالي العيان ده لما يتعرض لتروما بلانت تروما زي البوكسرز مثلا ياخد خبطة جامدة في ودنه يحصل ايه؟ يحصل تجمع دموي تحت البيركوندريوم، يحصل ايكيموزيس تحت البيركوندريوم. فالبيركوندريوم ده لما يبقى elevated من على الكارتلج يبدأ هذا الكارتلج يحصل له ايه؟ يبقى زي ما احنا شايفين كده swollen auricle، والكونفيجريشن بتاع الكارتلج مش باين. انا عندي الكارتلج كان فيه طلوع ونزول وكيرفز وحاجات زي كده. لما تتجمع بلاد بين البريكونديوم وبين الكارتلج كل الكونفيجريشنز بتاعت الكارتلج دي هتروح، وبالتالي يبقى انا عندي what we call it cystic or soft swelling of the auricle. ايتيولوجيكالي احنا قلنا انها بلانت تروما لان هي مش شارب. لو شارب كانت عملت قطع في السكن، فدام ما عملتش قطع في السكن تبقى دي بلانت تروما. بتحصل فين؟ كومنلي في البوكسرز، واحد خد قلم، واحد خد خبطه بوكس وما الى ذلك. كلينيكال بيكتشر ذا اوركل هاز بينفول ريدش اند سيستيك اور سوفت سويلنج. يعني ايه الكلام ده؟ لما هيحصل تجمع دم بين البريكوندريوم وبين الكارتلج، البريكوندريوم لازق جامد جدا على الكارتلج، وبالتالي التجمع ده هيعمل بريشر جامد جدا على النيرف اندنجز الموجوده في السكن، فهيخليها فيري بينفول. العيان اللي عنده ايكيموزس اوف دي اوركل بيبقى فيري بينفول اوركل. ريدش لان ده تجمع ده زي ما قلنا ايكيموزس. هو هيبقى سيستك ولا سوفت؟ ده هيتوقف على الكونتنتس اللي جوه الاستراكشر اللي قدامي، السويلنج اللي قدامي ده. السويلنج اللي قدامي ده امتى يبقى سيستك؟ لو التجمع ده فريش بلاد. امتى يبقى سوفت؟ لو بقى كلوتد. يبقى اذا لو هو ايرلي هلاقيه سيستك. يعني العيان ده مخبوط مثلا من 10 دقايق من ربع ساعه هحط ايدي الاقي دي سيستك. لو العيان ده بقى له يوم او يومين هبص الاقي ان دي سوفت لان بقى بلاد كلوتس مش بقت تجمع. طبعا مشكلتي الرئيسيه في الايكيموزس هو الكومبليكيشنز. دائما وابدا اي ايكيموزس في اي مكان كلنا بنخاف من انه يبقى انفكتد. وانفكتد دي ممكن يجي له بكتيريا يا اما من السكين دايركتلي يا اما من البلاد فيسلز نفسها، لان احنا البلاد فيسلز بلاد ستريم بتاعتنا فيها بكتيريا، ولكن طبعا البودي بيتغلب عليها. لما يكون في جزء من البلاد متجمع في مكان وهذا المكان استجنيتد، ده هيبقى فيري جود ميديا فور ديفلوبمنت اوف بكتيريا. وبالتالي الايكيموزس دائما وابدا احنا بنخاف ان هو يبقى سكندري انفكتد. طب لو بقى سكندري انفكتد في الحاله بتاعتنا اللي هي الاوريكل هيماتوما يحصل ايه؟ يحصل وات وي كول بيريكوندرايتس. بيريكوندرايتس انفلاميشن اوف ذا كارتلج. ليه؟ لان الكارتلج بتاع الاوركل لما يترفع من عليه البيريكوندريوم بيبقى ديفيتالايزد، ما هواش نارجد كويس اسكيميك. ليه؟ لان الكارتلج بيبقى نارجد من البيريكوندريوم اللي عليه. لما يبقى اليفيتد ما بقاش في حاجه بتغذي الكارتلج ده، بقى الكارتلج ده ديفيتالايزد. لما يبقى ديفيتالايزد يبقى فالنربل، يبقى اذا بيتعرض بسهوله جدا للانفكشن اند نيكروزس. فيحصل اولا بيريكوندرايتس. طيب البيريكوندرايتس دي ما اتعالجتش في وقتها مباشره، يحصل كارتلج نيكروزس. طيب الكارتلج نيكروزس دي ما عملتلهاش ديبرايد وما حللتلهاش مشكلتها بسرعه وما دخلتش فيها،
تتحول الى فيبروزس. طب الفيبروز ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي ديفورميتي اوف ذا اوركل وتتحول الى وات وي كول ات كولي فلاور اير. ايه كولي فلاور اير؟ هو المشهد اللي احنا شايفينه على اليمين. يبقى انا بدات بهيماتوما اللي احنا شفناها قبل كده، تحولت الى بيريكوندرايتس وابسس اللي احنا شايفينه على الشمال، ثم تتحول بعد ذلك الى اليمين اللي هو الكولي فلاور، وده الفيري ليت ستيج بتاع الكومبليكيشن. هعالج ازاي؟ اول حاجه هدي انتي ميكروبيال، لان انا خايف ان يحصل ان تحول من هيماتوما الى ابسس ثم بيريكوندرايتس، يبقى هدي انتي ميكروبيال ثيرابي او انتي بايوتيك ثيرابي. الحاجه الثانيه هعمل ايفاكويشن اوف ذا بلاد باي اسبيريشن. عندي طريقتين، لو هو بلاد هعمله اسبيريشن، طب لو بقى بلاد كلوتس الاسبيريشن هنا مش هينفع انه هيبقى تقيل جدا مش هيخرج في السرنجه، فهعمل ايه؟ هبدا اعمل انسيجن اند ايفاكويشن، يبقى هعمل انسيجن في السكن واعمل ايفاكويشن اوف ذا بلاد كلوت. بس اهم حاجه ان انا سواء عملت اسبيريشن او عملت ايفاكويشن بانسيجن لازم يكون التكنيك بتاعي اسيبتيك تكنيك، يعني انا بفضي علشان ما يحصلش انفكشن، يبقى انا ما دخلش انفكشن، ما استعملش سيرنج ملوثه، ما استعملش بليد ملوث، تمام. الحاجه الثانيه انا بطهر المكان اللي بدخل منه. الحاجه الثالثه ودي مهمه قوي، ان انا بعد ما عملت كل ده وايفاكويت، طب ما هو هيرجع البلاد يتجمع تاني، طب عشان ما يتجمعش يحصل ايه؟ لازم احط بريشر دريسنج تو بريفنت ذا كولكشن اوف ذا بلاد. خلصنا البلاند تروما وتسببها وانها سببت اوريكيماتوما. هنتكلم بقى على الاوريكولار لاسريشن. الاوريكولار لاسريشن ببساطه شديده كده يا جماعه هو ان يجي المصاب حصل عنده قطع نتيجه شارب اوبجكت. يبقى انا قلت لو انا حصل بلاند تروما هتعمل لي هيماتوما، لو حصل شارب اوبجكت تروما هتعمل لي ايه؟ تعمل لي لاسريشن. اللاسريشن ده ممكن يكون بنايف، ممكن يكون بايت واحد عض واحد، ممكن يكون بولينج اوف اير رينج، وده فيري كومن في الستات تبقى لابسه حلق، حد يشد الحلق من ودنها يحصل قطع في الودن. ده اسمه ايه؟ اسمه شارب تروما. طب شكله عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفينه في الصوره اللي قدامنا، بيبقى لاسريشن اوف سكين with or without involvement of the cartilage. يبقى اذا انا ممكن يكون عندي القطع في السكين بس او في السكين والكارتلج معاه. طب في السيفير كيسز ممكن يحصل افالجن. افالجن يعني ايه؟ يعني تبقى الاوركل كلها افالز، الاوركل كلها طلعت من مكانها، وده اخطر انواع الاوركلر لاسريشنز. طيب ايه الكومبليكيشنز؟ نفس الكومبليكيشن اللي بتحصل في هيماتوما، ممكن يحصل سكندري انفكشن ويحصل بيري كوندرايتس. طب هعالجها ازاي؟ نفس الكلام، اول حاجه هبدا بالانتي ميكروبيال ثيرابي انتي بايوتيك. ليه؟ عشان ما يحصلش سكندري انفكشن ويحصل بيري كوندرايتس. تاني حاجه بعمل immediate plastic repair، يعني بعمل repair of the skin. طبعا الكارتلج احنا ما بناخدش فيه غرز خالص، لكن بناخد في الايه؟ في السكن. وبعد كده بحط بريشر باندج برضو اكون الهيماتوما. نيجي بعد كده للتروماتيك disorders of the external auditory canal. خلصنا الاوركل، بنخش على الكانال بعدها، وبعد كده نخش على التمبانيك ميمبرين. طيب ايه انواع التروما اللي ممكن يتعرض لها الكانال؟ الكانال ده انبوب مش كده؟ طيب في سكن، السكين بتاعه ممكن يتعرض للاسريشن زيه زي السكين بتاع الاوركل، او الكانال دي تتعرض انها يبقى فيها ماتيريالز تدخل. الماتيريال دي لما تدخل نسميها فورين بودي، او بنسميها فورين بودي امباكشن. طيب نتكلم على الفورين بودي امباكشن. الاسريشن اوف اكسترنال اوديري كانال تحصل ازاي؟ اشهرها السيلف انفليكتد تروما. حضرتك انسه ظريفه بتنظف ودنها بمفتاح، وبتنظف ودنها ببنسة، وبتنظف ودنها بالبنز بتاعت الشعر، او واحد بيستعمل كوتون بادز. الكوتون بادز نفسها اللي احنا بنستعملها اللي بنقول عليها معقمه ونظيفه دي، نيجي نستعملها نعمل سكراتشنج اوف ذا كانال سكين باي اير باب. لو احنا عملنا هذا السكراتش، السكين بتاع الاكسترنال كانال اللي احنا عارفين هو فيري ثين، وبالتالي مينيمال تروما تو ذيس سكين كان كوز انجري. من الحاجات كمان الكومن اللي هي اتروجينيك. اتروجينيك يعني ايه؟ ان سكيلد اير واش اور انسترومنتيشن. جه دكتور شاطر كده امتياز اول مره يقعد في عياده، وجه بانسترومنت وبدا ينظف ودن عيان وهو مش شايف كويس، يبدا يعمل انجري في السكن، وبالتالي يحصل وات وي كول ات سكن لاسريشن. يبقى ممكن يكون اور اتروجينيك. ايه السيمبتومز بتاعته؟ هيجي العيان يشتكي من بين طبعا، ويشتكي من مايلد بلادي اوتوريا. الحقيقه
ان السكن اوف ذا كتانا كان رغم ان هو فيري ثين الا ان هو ريتش بلاد سبلاي، وبالتالي المينيمال انجري فيه يبدا يحصل بليدنج ويبقى العيان مخضوض جامد جدا لانه فاكر ان ده خرم طبله الودن. الحقيقه ثقب طبله الودن بيبقى اقل بليدنج من التروما تو ذا اكسترنال اوري كانال، ودي لازم نخليها في دماغنا. ساينز اما افحص العيان هلاقي في ايه؟ لاسريشنز از ايزلي ديتكتد اون كلينيكال اكزامينيشن. طبعا اول ما احط الاوتوسكوب في ودن العيان هقدر اشوف بسهوله جدا المكان اللي فيه لاسريشن. طبعا ممكن الاقي فيه بلاد كلوتس قافله الاكسترنال اوري كانال، اوعى تقرب للبلاد كلوتس دي، سيبها في حالها لانها قد تكون مغطيه على تيمبانيك ممبرين بيرفوريشن، وانت لو حاولت تنظف دي تعمل مور انجري دي نمره واحد، اتنين هتدخل انفكشن للاير. يبقى انت لو لقيت بلاد كلوتس حاول ببساطه شديده جدا ان انت تحوله لحد يقدر يشيل البلاد كلوتس دي كيرفلي من غير ما يعمل انذر انجري. العلاج في الحاله دي ايه؟ التريتمنت برضو نفس الكلام، ستروما، يبقى هعمل ايه؟ انتي بايوتيك اير دروبس، افويد انتري فوتر انتو ذا اكسترنال اوتري كانال ديورينج هيد ووش. طبعا ده ووند، اي ميه هتيجي عليه ملوثه هتعمل ايه؟ هتعمل انفكشن. يبقى انا بتجنب في الحاله دي سكندري انفكشن. الحقيقه تروما الاكسترنال اوتري كانال هيلد سبونتينيوسلي، مش محتاجه مننا اي تدخل خالص غير بس ان احنا نبقى كير اباوت في سكندري انفكشن. نيجي للفورين بوديز ان ذا اكسترنال اوتري كانال، ودي من الحاجات الكومن، ما هياش انكومن ابدا. الفورين بوديز في الاكسترنال اوتري كانال زي ما انتم شايفين كده، لما احط سكوب ممكن الاقي بطن، ممكن الاقي زرار، ممكن الاقي انيميت فورين بودي، ممكن الاقي حشره، ممكن الاقي بين جوه ودن العيان. ده اكتر بيحصل في مين؟ بيحصل في الاطفال او في الناس اللي هم يعني متخلفين شويه. الانسنس مش انكومن الحقيقه، يعني موست كومنلي بيحصل في الاطفال وزي ما قلنا الناس اللي هم عندهم بعض التخلف العقلي. تايبس، الحقيقه احنا بنقسمه تقسيمات كتيره جدا، لكن الاسهل بالنسبه لكم ان احنا بنقسمه الى انيميت فورين بودي وان انيميت فورين بودي. يعني بنبدا نقسمه الى حشرات وحاجات ما هياش حشرات، ما هياش حيوانيه. ليه؟ عشان هنتعامل معها بشكل مختلف، وده اللي هنقوله بعد كده في المانجمنت. انيميت فورين بوديز زي الفلايز واللارفا، الان انيميت فورين بوديز، ودي بنقسمها الى حاجات فيجيتابل وحاجات نون فيجيتابل. النون فيجيتابل اللي هي الحاجات الصلبه زي ما قلنا البطن، تمام، زرار، بنسة وما الى ذلك. فيجيتابل فورين بودي زي البين والبي، ولازم نخلف في دماغنا ليه احنا قلنا فيجيتابل ونون فيجيتابل، لان لما هنيجي بعد كده نتكلم في المانجمنت الفروق بينهم جوهريه. لكن خلونا نتكلم الاول على السيمبتومز اند ساينز اوف فورين بودي. سيمبتومز، العيان هيديني هيستوري ان هو في حاجه دخلت في ودنه. الحاجه الثانيه هتقفل الفورين بودي، هيقفل الاكسترنال اوتري كانال، وبالتالي هيمنع وصول الصوت للتمبانيك ميمبرين، فالعيان بالضروره هيبقى عنده هيرينج لوس. العيان كمان ممكن لو الفورين بودي ده بيتحرك جوه ودنه هيعمل له نوع من الاريتيشن والنويز، خصوصا مع الانيميت فورين بوديز. از ريجاردنج ساينز، هبص بالاوتوسكوب بتاعي او هبص بالعدسه بتاعتي هلاقي ذا فورين بودي از ايزلي ديتكتد ان كلينيكال اكزامينشن، زي ما حضراتكم شايفين كده، مجرد ما بحط الميكروسكوب او مجرد ما بحط الاوتوسكوب هلاقي الفورين بودي قدامي تماما. هعالج ازاي؟ زي ما قلنا احنا فرقناهم، قلنا انيميت وان انيميت فورين بودي. ليه؟ لان الطريقه مختلفه. الانيميت فورين بودي فيها مشكله كبيره جدا، ان الحشرات على رجليها في سبايكس، السبايكس دي بتخلي الحشره تمسك وهي عايشه كويس قوي في الاكسترنال اوتري كانال وتمسك في السكين، لو حاولت اشيلها هتقطع مني. الحاجه الثانيه هتعمل انجري للكانال وممكن تعمل كمان انجري للتمبانيك ميمبرين. يبقى اول حاجه لازم اعملها ان الحشره دي لازم اموتها. طب هموتها ازاي؟ مش هرصها باريسول طبعا. هعمل ايه؟ هغرق الحشره دي كويس؟ هغرقها يا اما بكحول يا اما بماده زيتيه. احنا عاده بنستعمل الاير دروبس، الاير دروبس العاديه بتاعتنا خالص، نملا الكنل باير دروبس. يبقى انا عملت انتيسيبتيك تكنيك، ان انا حطيت انتي بايوتيك او انتي مايكروبيال اير دروبس، يبقى انا حميت السكين وفي نفس الوقت عملت ايه؟ غرقت الحشره اللي قدامي. الحشره عاده لما بتغرق بتلم السبايكس بتاعتها، وبالتالي يبقى سهل بعد كده التعامل معاها. يا اما ان انا اعمل لها اير ووش عشان اطلعها، يا اما اعمل انسترومنتيشن اطلعها بآلة او بجفت او باي ذلك. الانيميت فورين بودي هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما فيجيتابل يا اما نون فيجيتابل.
النون فيجيتابل فورم بودي عاده ممكن يخرج بالاير ووش. لو انا عملت له اير ووش ممكن اخرجه لو هو صغير، لو هو كبير شويه يبقى انا في الحاله دي هحتاج ان انا استعمل انسترومنتيشن يا اما فورسبس يا اما هوكس. طب الفيجيتابل فورم بودي، الفيجيتابل فورم بودي ده بقى مشكله كبيره جدا. الفيجيتابل فورم بودي عاده هيخرج بانسترومنتيشن مش بإير ووش، الا اذا كان صغير قوي وسوليد، يعني ايه حاجه حبايه متنشفه، حبات رز ناشفه حبات كده. ليه؟ لان مشكله الفيجيتابل فورم بودي ان هو امبايب ووتر، لما اول ما احاول اغسله بيمتص الميه ويكبر بينفش فيقفل زياده، يبقى بدل ما انا بصغره عشان اقدر اشيله بيكبر مني وما اقدرش اشيله. فيبقى انا لو انا شايف من البدايه ان الفيجيتابل فورم بودي ده كان امبايب ووتر يقدر يمتص ميه، يبقى بالتالي ما اتعاملش معاه اطلاقا بإير ووش، ولكن ببدا على طول بالهوكس اند فورسبس ريموفال اللي هو الانسترومنتيشن. بيبقى فيري كيرفول لان انا ممكن اعمل انجري تاني للانجري الايه للتمبانيك ممبرين. في حاجات مهمه جدا لازم اخلي بالي منها، الاير ووش از كونترا انديكيتد في الفيجيتابل فورن بودي لانها ممكن تزود الامباكشن بتاعها نتيجه ان يبقى الميه تملى الحبايه والحبايه تكبر وتقفل الكانال. الحاجه الثانيه الاطفال والان كوبريتيف بيشنتس اتس بيتر ان انا اتعامل معاهم اندر جنرال انستيزيا، يعني مش استسهل ان انا اعمل اير ووش او استسهل انسترومنتيشن والعيان ما بيستجيبش ليا، لان العيان اللي ما بيستجيبش ليا ده ممكن اعمله بسهوله جدا انجري للكانال او انجري للتمبانيك ميمبرين، وده في منتهى الخطوره. ايه الكومبليكيشنز بتاعت تريتمنت اوف فورين بودي او الفورين بودي نفسه، سواء كان الفورين بودي او تريتمنت الانسترومنتيشن بتاع الفورين بودي كان كوز انجري اوف ذا اكسترنال كانال اند تمبانيك ميمبرين. يبقى انا ممكن الفورين بودي ده يعمل لي انجري اكسترنال كانال وممكن يعمل انجري تمبانيك ميمبرين، انا ممكن وانا بشيله اعمل انجري للاكسترنال كانال انجري للتمبانيك ميمبرين. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي injury of the tympanic membrane، وده الجزء الثالث. يبقى يعني هنتكلمنا على الأوركل، كلمنا على الاكسترنال كانال، هنتكلم دلوقتي على التمبانيك ميمبرين. واحنا عارفين ان الاوتر لير اوف تمبانيك ميمبرين بتنتمي للاكسترنال كانال، الانر لير بتنتمي للميدل اير، وبالتالي تروما اوف ذا اكسترنال اير كان كوز رابشر اوف ذا تمبانيك ميمبرين. الانسنس اوف رابشر اوف تمبانيك ميمبرين حقيقه ما هوش معروف على وجه الدقه، لان في اسباب كتيره جدا بتؤدي الى تروماتيك رابشر اوف تمبانيك ميمبرين. عاده التمبانيك ميمبرين ما هوش معرض للبرفوريشن نتيجه التروما. ليه؟ لان طبيعه الاستراكشر اوف ذا اكسترنال اوديتوري كانال بيحمي التمبانيك ميمبرين كونه تورشس اند كورس، فده بيخلي الدايركت تروما ملهاش تاثير مباشر على التمبانيك ميمبرين. طيب ازاي التروما تو ذا اكسترنال اوديتوري كانال كان كوز انجري تو ذا تمبانيك ميمبرين؟ التمبانيك ميمبرين كان بي انجرد يا اما دايركت يا اما اندايركت. اندايركت تروما يعني ايه؟ الحقيقه دي بنسميها بريشر تروما، اشهرها واحد خد قلم على ودنه طبله ودنه اتخرمت. بيحصل الكلام ده ازاي؟ بيحصل ان السلاب بتعمل بريشر تشينج في الاكسترنال اوديري كانال، والقلم بيخبط بيزود الضغط جوه الاكسترنال اوديري كانال، مفيش مشكله التمبانيك ميمبرين هايلين ويدخل لجوه شويه تحت البريشر ده ناحيه الميدل اير. لكن والايد بتترفع من على التمبانيك ميمبرين بسرعه، البوزيتيف بريشر كان في الاكسترنال اوديري كانال بيختفي ويبدا يتحول النيجاتيف بريشر، بيشد التمبانيك ميمبرين بسرعه للخارج، ولان التمبانيك ميمبرين ما يقدرش يتحرك بسرعه جدا السيكولر تشين شداه لجوه، ما قداموش حل تاني غير انه يرابشر. فعكس ما الناس متخيله ان رابشر في التمبانيك ميمبرين ما بيحصلش اثناء السلاب نفسها، ولكن بيحصل اثناء رفع الايد. فده سبب من اسباب الرابشر اوف تمبانيك ميمبرين. كمان الاكسبلوجن، لو حصل انفجار شديد جدا عمل تغير مفاجئ في الضغط بشكل عنيف جدا، عمل موجات من البوزيتيف اند نيجاتيف بريشرز في الاكسترنال كانال سريعه ومتلاحقه، دي ممكن تعمل تروما تو تمبانيك ميمبرين اند رابشر تمبانيك ميمبرين. من الحاجات المشهوره ايضا الاوتايتيك باروتروما، والاوتايتيك باروتروما هتدرسوها بالتفصيل مع السكريتوتاس ميديا. لما يحصل تشينج ميدل اير بريشر تشينج
مفاجئ. العيانين اللي هم بيعملوا دايفنج، اسف الغواصين اللي بيعملوا دايفنج، لو حصل ان هو خرج بسرعه شديده جدا وما قدرش يعادل الضغط بتاع جسمه، يحصل رابشر اوف ذا تيمبانيك ميمبرين نتيجه البارتون. او لو واحد راكب طياره والطياره نزل بعنف شديد جدا وما كانش الضغط جوه كابينه الطياره متعادل بشكل كافي، ده برضو ممكن يعمل اوتايتيك بارتروما. الدايركت تروما وهي دي بقى اشهرهم، ان عندنا فورين بودي، يا اما الفورين بودي نفسه بيعمل تروما، يا اما واحد بيحاول يشيله فيعمل تروما. سيلف انفليكتد وانها ان واحد بيحاول ينضف ودانه، زق المفتاح او زق المسمار او زق الخشبه حطها جوه ودانه خرمت طبله الودن، زي الهيربين، وده شيء مشهور جدا في البنوتات بتاعنا. الانسكيلد اير ووش اور انسترومنتيشن، لو دكتور ما هوش شاطر قوي بيعمل غسيل ودان، بيعمل بوشنج بالميه بعنف، او بيعمل انسترومنتيشن هو مش شايف وبوز الانسترومنت بتاعه خرم، جه في الطبله فخرمها، ده وارد. من الحاجات الشهيره جدا اللي هي اللونجيتودينال تمبرال بون فراكشر، وده بيحصل في الهيد انجري خصوصا الترافيك رود اكسيدنتس، العيانين اللي هم بيحصل لهم حوادث على الطرق، لو حصل له كسر في قاع الجمجمه وكان لونجيتودينال تمبرال بون انجري للتيمبانيك ميمبر. التيمبانيك ميمبر زي ما احنا شايفين بيتكون من حاجتين اللي هم قدامنا 4 و5، 4 البارس تنسا، 5 البارس فلاس، ده اللي باينين قدامنا بالاحمر. التيمبانيك ميمبرين في فيتشرز باينه فيه، باين فيه الهاندل اوف ميليوس اللي هي الطويله قوي اللي هي مكتوب على رقم 1. عندي كمان الكورن فلايت اللي هو عباره عن مثلث مضيء تحت قدام الهاندل اوف ميليوس، وبعدين في بروز صغير جدا فوق كده في نهايه الهاندل من فوق اللي هو اللاترال بروسيس اوف ميديس. دي ستراكشرز بتقول لي ان التيمبانيك ميمبرين دي نورمال، ذس از ا بيكتشر اوف نورمال تيمبانيك ميمبرين. بسهوله شديده جدا انا لو بصيت للنورمال دي وحفظت شكلها كويس قوي، اول ما هشوف قدامي تيمبانيك ميمبرين بيرفوريتد هعرف شكله، اميزه الابنورمال اللي هو قدامي ده، سواء كان هذا البرفوريشن انتيرور، كان بوستيرور، كان رومبويد، كان سليت. دي الاشكال المختلفه للتيمبانيك ميمبرين. بتاع العيان ده، العيان ده هيشتكي من ايه؟ سيمتوم بتاع العيان، العيان طول حاجه هيشتكي من هيستوري اوف تروما، سلاب تروما، هيد تروما، سيلف انفليكتد، وات ايفر، هيشتكي من السبب اللي عمل التروما دي. الحاجه الثانيه هيشتكي من بين ايريك، ده هيبقى ترانزنت ات تايم اوف رابشر اوف تيمبانيك ميمبرين، هيشتكي من بلادي اوتوريه، والحقيقه البلادي اوتوريه هنا مايلد اند ترانزنت، وبيبقى بس اثناء حدوث الرابشر ومش كونتينيوس زي ما بيحصل في اكسيناتوري كانال. هيشتكي من ظاهره مهمه جدا، يقول لك انا في هواء بيجي من وداني، اير كام اوت اوف ذا اير، النوز بلوينج، يقول لك انا باجي انف او اعطس بحس ان الهواء بيخرج من وداني، وده كانش بيحصل قبل كده. ده ديفينتلي في بيرفوريشن اوف تيمبانيك ميمبرين. طبعا ديفينتلي ما دام حصل ربشر في تيمبانيك ميمبرين هيحصل هيرنج لوس، وهيحصل معاها بعض التينيتس، هيجي يقول لك انا عندي شويه وش وعندي السمع بتاعي قل بعد ما حصلت التروما. طب انا هبص بالسبيكولوم او هبص بالاوتسكوب بتاعي هشوف ايه؟ هشوف المنظر اللي قدامي ده، هشوف تيمبانيك ميمبرين بيرفوريتد كونجستد، حوالين الايدجز في هايبريميا او بلاد كلوتس، وده بيقول لي ده تروماتيك بيرفوريشن. وده السؤال التقليدي اللي بنساله دايما، ايه الفرق بين التروماتيك بيرفوريشن والباثولوجيكال بيرفوريشن؟ ولما تاخدوا الاكوتاتس ميديا والباثولوجيكال بيرفوريشن اللي هيشرح لكم الاكوتاتس ميديا بالتفصيل، لابد انه هيتكلم على الفرق بين شكل التروماتيك بيرفوريشن وشكل الباثولوجيكال بيرفوريشن. لكن هذا الشكل اللي قدامنا يجب الا ننساه اطلاقا، لان هو تيبيكال بيكتشر اوف تروماتيك بيرفوريشن. تيمبانيك ميمبرين بيرفوريشن which is central in pars tensa surrounded by complete rim، هلاقيه surrounded بكمبليت rim من التيمبانيك ميمبرين، does not reach the annulus، it has any size، ممكن يكون له زي ما قلنا قبل كده الايدجز بتاعته irregular hyperemic، وله اي شكل واي حجم، ده طبعا according للفورس بتاع التروما. لو جيت اعمل عنده tuning fork test هلاقي عنده conductive hearing loss. طبعا اذا كنتوا لسه ما اخدناش في الكلينيكال بتاعنا الاكزامينيشن اوف ذا اير والتيورنج فورك تيست، هناخدها ان شاء الله في الكلينيكال ونقول لكم يعني ايه تيورنج فورك تيست وبنعمل بيها ايه. لكن التيست بتاعتنا هتديني كوندكتيف هيرنج لوس.
الديفرنشال دايجنوزس دايما انا بفرق. انا قلت قبل كده ان انا لو فاكرين السكيدول اللي انا قلته قبل كده او السكيما اللي انا قلتها قبل كده، ان انا من الهيستوري بقدر اوصل للبروفيشنال دايجنوزس، من الاكزامينيشن بقدر اوصل للديفرنشال دايجنوزس، لما بعمل انفستيجيشنز بوصل لفاينل دايجنوزس. الديفرنشال دايجنوز بعد ما عملت اكزامينيشن بقارنه بالباثولوجيكال تيمبانيك ميمبرين بيرفوريشن، وقلنا مع الاكيوت تاتس ميديا هنعرف شكل الباثولوجيكال تيمبانيك ميمبرين بيرفوريشن عامل ازاي. طب ايه البروجنوز بتاعه؟ في معظم الاحيان لما يكون البرفيرشن صغير الايدجز مش ايفرتد، يحصل سبونتينيوس هيلينج ويذن فيو ويكس، وده في معظم حالات البرفيرشن. طيب هعالجه ازاي؟ خلاص هو برفيرشن صغير، لقيته انا في احتمال ان هو يخف ويبقى كويس قوي، مش هعمل حاجه خالص، انا هعمل كونزرفاتيف تريتمنت. كونزرفاتيف تريتمنت يعني هبدا ادي شويه حاجات للعيان ده وشويه نصايح واتابع هذا العيان. اول حاجه هعملها هدي له بروفيلاكتيك انتي بايوتيك ثيرابي. احنا عارفين بيزك برينسيبال في التروما ان لازم ادي انتي بايوتيك ثيرابي. تاني حاجه افويد فورسبل نوز بلوج، اقول له اوعى تجرب ودنك لحمت ولا لا، ما تحاولش ان انت تنفخ علشان تطلع الهواء من ودانك، ما تحاولش انت تعطس، لما تيجي تعطس اعطس من ناحيه واحده مش من ناحيتين، ما تقفلش مناخيرك وتعطس. ليه؟ علشان ادي فرصه للهيلينج اوف ذا تيمبانيك ميمبرين، بيكوز مي رابشر ذا هيلد برفوريشن. طبعا هيلد برفوريشن بيبقى فيري ثين وفيري ويك، لو هو عمل فورس نوز بلوينج هيحصل ايه؟ هيحصل ان الجزء اللحم ده هيرجع يفتح تاني. كمان افويد ويتنج اوف ذا اير عشان اتجنب الانفكشن. يبقى تو افويد اير كونتامينيشن ازاي؟ اول حاجه اتجنب انه يعمل اير ووش، اقول له اوعى تعمل اير ووش. الحاجه الثانيه ما تستعملش اير دروبس. الحاجه الثالثه والمهمه افويد اير انتري انتو ذا اير. انا بستحمى بحط قطنه بفازلين او بحط عازل بلاستيك او عازل مطاطي جوه الودن، افويد السويمنج والواشنج لحد ما يحصل هيلينج اوف ذا تيمبانيك ميمبرين. اذا انا لازم، طبعا هو لازم هيستحمى، يبقى هيحط اير بلاجز او بيس اوف كوتون سوكد ويز ان اوينت، مش اويل، اوينت عشان يمنع دخول الميه للودن. طيب ما حصلش هيلينج التيمبانيك ميمبرين، يبقى في الحاله دي هتدخل سيرجيكال. امتى بتدخل سيرجيكال؟ الحقيقه ممكن اتدخل سيرجيكال ايميديت لو انا شايف ان السايز بتاع البرفوريشن كبير، الايدجز بتاعته ايفرتد، يبقى فرصه ان البرفوريشن ده يلحم لوحده مش كبيره قوي. يبقى لو البرفوريشن كبير والايدجز بتاعته ايفرتد، انا هتدخل بحاجه مينيمال خالص، ان انا الايفرتد ايدج المارجنز المقلوبه بتاعه التمبانيك ميمبرين اقربها من بعضها واخليها انفيرتد، بحطها كده وبحط عليها جيل فوم عشان اسمح بالهيلينج السريع. ده لو هو البرفوريشن كبير وشايف ان هو ايفيرتد ايجز، او لو انا استنيت على المريض ده وما حصلش هيلينج خلال 3 شهور للتيمبانيك ميمبرين، يبقى امتى هتدخل سيرجيكال؟ وين ذا برفوريشن فيل تو هيل افتر 3 مانثس. ايه العمليه اللي هتتعمل؟ هتعمل مارينجوبلاستي، هعمل ترقيع لطبقة الودن عشان اعمل ريبير اوف ذا تيمبانيك ميمبرين برفوريشن ويز افت. ده كان باختصار شديد جدا كلامنا عن التيمبانيك ميمبرين برفوريشن. ثانك يو فيري ماتش.